من هنا قال التاريخ كلمته، وصنعت مصر حكايتها مع الإعلام. من هنا وصل صوت مصر للعالم العربي من خلال أعمال خالدة، أعمال الدراما التي سطرت دروساً وعلمت أجيالاً، وبرامج كانت ولا تزال عنواناً للريادة ومنارة لكل من عمل ويعمل بالمجال الإعلامي. من قلب مزبيرو نستكمل معكم المسيرة، مسيرة بيت للكل. بيت للكل، الجمعة 11 مساء على قناة مصر الأولى.